السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحفظكم الله ورعاكم الله وأسعدكم الله. حديثنا الليلة عن فن التعامل مع الناس. فن التعامل مع الناس هو علم قائم بالذات، يعنى بالحديث عن المهارات الرئيسية التي يحرص الأشخاص الناجحون على تعلمها وتطبيقها في حياتهم من أجل أن نتعامل بطريقة أفضل مع الناس الذين هم حولنا. فتعلمون جميعا أن هناك اختلافات كبيرة بين شخصيات الناس، هناك أشخاص أشكال وألوان من حيث التفكير ومن حيث السلوك ومن حيث الطباع، والذي لا يدرك هذه الاختلافات ولا يقدرها يصعب عليه أن يحصل على رضا الناس وصدقات الجميع. لهذا نجد الناس أحيانا قد يتبرمون من ربط علاقات اجتماعية مع الآخرين، ويفضلون الانعزال والعزلة، لكن متطلبات الحياة تفرض علينا أننا نتعامل مع الناس، فهناك بيع وشراء وتجارات ومعاملات كثيرة، فضروري أن تتعامل مع الآخرين على اختلاف أشكالهم وألوانهم. ولكي نتفادى الخصامات والنزاعات، وضع هذا الفن المسمى بفن التعامل مع الناس، يحتوي على مجموعة من الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها أن نتعامل مع مختلف الشخصيات، وأن يكون علاقتنا معهم علاقة ودية وعلاقة ناجحة، ونحصل على أفضل النتائج. هذا العلم، فن التعامل مع الإنسان ومع المجتمع ومن مع الناس، صار موضوع يعنى به في كل شعوب العالم. كل شعوب العالم صارت تدرس هذا العلم، وفي الدول الغربية السباقة لمعرفة هذا العلم صار عندها معاهد وجامعات ومؤسسات تدرس هذه الفنون وهذه الآليات والأساليب، وتلقن فيها المهارات، كيف يتحدث الإنسان، كيف يكسب الثقة بنفسه، كيف يكون لبقا في الحديث مع الناس، كيف يكون ناجحا في الحياة، كيف يكون ثروة في أقرب وقت ممكن، كيف يمكن أن يكون سعيدا، كيف يطرد الكآبة من نفسه ومن محيطه. قضايا كثيرة مرتبطة بفن التعامل مع الذات ومع الناس. نحن سوف نرجع إلى ديننا الإسلامي. الدين الإسلامي هو فيه كل شيء. ربنا عز وجل مدح القرآن العظيم وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن يطلع على كنوز القرآن والسنة سوف يجد هناك عدة آداب وسنن في التعامل، وهي كفيلة بأن من تعلمها وتمسك بها أنه يصير في علاقة طيبة مع كل الناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا القدوة
فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو كان قرآنا يمشي على قدميه، وكان في المرتبة العليا في الأداب والأخلاق، حتى قال: أذبني ربي فأحسن تأذيبي. ومدحه رب العزة في كتابه العزيز فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن يقرأ كتب السنة المطهرة يجد فيها أبواب كثيرة ومتعددة للحديث عن هذه الفنون، فنون حسن التعامل مع الناس. هناك آداب الصحبة وآداب العشرة وآداب الحديث وغيرها من الأمور التي هي مرتبطة بفن التعامل مع الناس. ربنا سبحانه وتعالى يشير منذ البدء إلى اختلاف الطباع وأساليب التعامل مع الناس. هذه أول قضية يشير إليها القرآن العظيم. هناك اختلاف الطباع واختلاف أساليب التعامل مع الآخرين، فالناس منذ أن خلقهم الله تعالى وهم مختلف الطباع ومختلف الرغبات ومختلف الميول. فالناس منهم الطيب ومنهم الخبيث، ومنهم الصادق ومنهم الكذوب، ومنهم المتسامح ومنهم المتسلط. هكذا خلق الله تعالى النفوس البشرية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، لاحظوا بأن المعادن هي مراتب، وأشهر المعادن الذهب والفضة. هكذا هم الناس. هناك من معدنه من ذهب، معدنه أصيل، معدنه طيب، معدنه صالح، وهناك من معدنه فضة، يعني تارة قد يكون من الصلحاء وتارة أخرى يتحول إلى عنصر آخر فيه شر وفيه سوء. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بمعنى أن الفقه التفقه في الدين وتعلم معاني الدين من شأنه أنه يربي الإنسان ويرده إلى طريق الهداية والإصلاح. وهكذا الناس أرواح وأفكار واتجاهات وطموحات مختلفات. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. هكذا هي الأرواح. لاحظوا بأن بعض الناس قد تلتقي به أول مرة وتشعر بارتياح اتجاهه، قد تلتقي به في السوق أو في المكان العام أو في أي منطقة فتقول: هذا الإنسان وكأني أعرفه منذ زمان، وتصير بينك وبينه مودة وترتاح إليه. وهناك عناصر أخرى من الناس، قد يكون من أهلك وذويك، قد يكون جارا من جيرانك، قد يكون زميل لك في العمل تراه يوميا، ولكن الروح بينك وبينه متباعدة، الروح متنافرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لماذا هذا الاختلاف بين النفوس؟ ولماذا هذا التباين بين الطباع؟ إنها من سنة الله في أرضه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب. هكذا يفسر الدين حقيقة تخلق الإنسان وتكون الإنسان. فنحن البشر قبل أن يخلقنا الله تعالى خلق أبانا آدم. آدم خلق من التراب، وأمر الله تعالى ملكا من الملائكة أن يأتيه بقبضة من تراب الأرض، فقام لهذه المهمة عزرائيل ملك الموت، وذهب إلى الكوكب الأرضي وأخذ من كل جوانب الأرض قبضة من
من قبضاتها وجمع هذه القبضات وخلطها. ولهذا نلاحظ بأن القارات الخمس تختلف، كل قارة تختلف عن الأخرى. فالعالم الغربي الناس فيهم بشرتهم بيضاء، والإفريقيا الجنوبية بشرتهم سوداء، والهنود والباكستان والأسيويين عموما بشرتهم سمراء، والعالم العربي بين دا وذاك، وهكذا جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، هذا في البشرة. وأما في السلوك فقال ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب. هناك أفراد بل ومجتمعات والشعوب معروفة بأنها متساهلة ميسرة، وهناك شعوب أخرى يغلب عليها الحزن وأخرى يغلب عليها الفرح، وهناك أفراد ومجتمعات والشعوب فيها طيبوبة وتميل للتعايش وتميل للتعامل مع الآخرين وتميل للعمل والتنمية والازدهار، وهناك شعوب أخرى ميالة للنزاع وللحروب وسفك الدماء. هكذا خلق الله تعالى بني البشر. لهذا لما نتعامل مع الناس علينا أن نتعامل معهم ونستحضر أن هناك اختلاف طبيعية وفطرية خلقها الله عز وجل منذ البدء، فما يلائم هذا لا يناسب ذاك، وما يحسن مع هذا لا يجمل مع غيره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم، لأن العقول مختلفات، فهناك الذي عنده قدرة على الفهم وهناك الذي فهمه متواضع وهناك من لا فهم له، فتقسيمه الأعمال والمهام على أصحابه صلى الله عليه وسلم خير مثال. النبي الكريم إذا كان أراد أن يقسم الأعمال والمهام على الصحابة كان كل منهم يعطيه مهمة حسب نفسيته وحسب ما يطيق وحسب مؤهلاته وحسب الأقرب إلى قلبه، وكان ناجحا. ربما قد نتحدث عن هذا الأمر بإسهاب كثير، كيف كان النبي الكريم يوزع المهام على صحابته، في منهم من يكلفه بالحرب والجهاد لأنه قوي، منهم من يكلفه بالقضاء لأنه فيه حكمة ورزانة، منهم من كان يكلفه بالإمامة لأن فيه أحفظ للقرآن العظيم وأكثر ثباتا، ومنهم من كان يكلفه بمهام مختلفات حسب نفسيته وحسب ما يطيق وحسب الأقرب إلى قلبه ومؤهلاته. بهذا نريد أيها الأحباب الكرام أن نؤكد بأن فن التعامل مع الناس هو يتغير باختلاف الأفهام والعقول، فالرجل الذكي الفاهم الواعي تختلف طريقة تعامله عن الشخص المحدود العقل والفهم. أنت إذا كنت مثلا في إدارة أو في شركة أو في مقاولة وجاءك ناس يبيعون أو يشترون أو يتفاوضون، عليك أن تدرك من هو هذا الواقف أمامك، هل هو من أهل الذكاء والفهم والوعي أم أنه شخص محدود العقل والفهم، تعامل معه حسب شكله وحسب مؤهلاته. أيضا لما تتعامل مع بعض الناس هناك الشخص الشكاك والحساس، يختلف التعامل معه مع الشخص السوي. إذا لاحظنا بأن معظم أسباب الطلاق في المحاكم لا نجد خيانة زوجية ولا نجد مشاكل الفقر، في الغالب هناك عنصر الشك وعنصر التخوين، شخص شكاك وحساس تجده دائما يتهم الآخرين بالخيانة أو يتهمهم بالسرقة أو يتهمهم بسوء النية. هناك أشخاص هكذا يفيق في الصباح الباكر حينما يستيقظ يبدأ يوزع الاتهامات على الناس، فلان كذا وفلان كذا. هذا التعامل معه يختلف تماما مع الشخص السوي الذي ينظر إلى الناس أنهم كلهم صلحاء وأن الخير فيهم متأصل وأن الظروف هي التي تجعل الإنسان يخطئ أو أنه يسلك طريقا غير السوي. كذلك طريقة التعامل تختلف بين الإنسان الكريم والإنسان اللئيم،
هناك من تتكامل معه تجد فيه الكرم، كرم في نفسه، كرم في عطائه، كرم في أخلاقه، كرم في كلامه. وهناك والعياذ بالله من يكون لئيم، أنه دائما يتصيد الأخطاء ويحب الصيد في الماء العكر. لهذا كان الشاعر يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. شخص كريم تعاملت معه بالخير، تعاملت معه بالإحسان، سوف تملكه، لأنه لن ينسى لك أبدا هذا الخير وهذا الإحسان، لأنه يشعر بأنه أمانة في عنقه، لن ينساها لك طول العمر. دائما تمضي السنوات الطوال ويقول: لن أنسى لك أنني أكلت عندك أكلة، أو أهديتني هدية، أو وقفت معي موقفا شهما. طول العمر لن ينساها، لأنه كريم تملكه. أما إذا كان لئيم، ولو أنك تنفق عليه كل ما تملك، ولو أنك تقف معه مواقف شهمة وتعرض نفسك للخطر، ومع كل هذا ينساه، وأول صدام بينك وبينه يتمرد عليك ويمحي كل تاريخك وكل تضحياتك. وصدق الشاعر إنما قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. طريقة التعامل مع الناس هي تختلف باختلاف العلاقة. هناك اختلاف الزوج مع الزوجة، لما يتعامل بعضهم كل له طبعه، وكله له منطق تفكيره، وكل له سلوكه. الزوج يختلف عن الزوجة، كذلك الأولاد فيما بينهم وعلاقة الوالدين مع أولادهم، وكذلك علاقة الرئيس مع مرؤوسيه، وعلاقة المرؤوسين مع الرئيس، والعكس. يعني المجتمع دائما قائم على الثنائية وعلى التعددية، وغالبا تقع اصطدامات مثل حوادث السير. يعني المجتمع في العلاقات الإنسانية ممكن نشبهه بطريق سيار، أو طريق فيه ملتقى الطرق رومبوان يقع فيه حوادث، الناس يتصادمون فيما بينهم ويسيئون الفهم بعضهم بعضا، ويقعون في النزاعات وفي الاصطدامات. لكن كيف تتعامل مع هؤلاء الناس؟ أحد الحكماء يقول: التودد إلى الناس نصف العقل. التودد إلى الناس نصف العقل، والنصف الآخر هو في المحاورة وفي النقاش. فمجرد التودد أنت عندك 50% من حسن المعاملة. لهذا نحرص أننا إذا تعاملنا مع الآخرين نحرص على أن نتودد إليهم، لأن التودد فيه باب من أبواب الإحسان وباب من أبواب المحبة. ما أسهل الناس وأنت تشاورهم، ما أسهل الناس وأنت تشعرهم بأنهم أقرب منك إليك، ما أسهل الناس وأنت تقدرهم. إذا قدرت الناس فإنهم يكونون هينين ويكونون مطوعين. ولهذا نجد في بعض الجهات نجد هناك تمردات، ونجد مسيرات، ونجد وقفات احتجاجية، ونجد هناك صخب، ونجد هناك شعارات منفرة. السبب أن هؤلاء القوم لم يجدوا من يشاورهم، لم يجدوا من يقدرهم، ولم يجدوا من يتودد إليهم. لهذا الحكماء، وخصوصا في عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم توجيه الشأن العام، لابد أن يتصفوا بهذه الصفات. الناس يخطئون عندما يتعاملون مع الإنسان دون أن يهتموا بمشاعره. نجد مثلا بعض أصحاب المصانع قد يتعامل مع المادة الجامدة، عنده مصنع مثلا للأحذية، أو مصنع للهاتف النقال، أو مصنع للمواد المنزلية. هذه مادة تتعامل معها وهي ما عندها إحساس، بخلاف أنك إذا تعاملت مع إنسان ليس مادة جامدة، وإنما هو نفس وفكر وقلب وإحساس وروح. لابد أن تتعامل معه وتحرص على أن تهتم بمشاعره وتهتم بأحاسيسه. مثلا وأنت تكلمه لابد أن تنظر إليه. إذا كنت تكلم إنسان وهو ينظر إليك، فمعنى أنه يحترمك ويقدرك.
بخلاف الإنسان أنت تكلمه وهو قد لا ينظر إليك، ينظر إلى ورقة أمامه أو إلى أي مكان آخر، تشعر بأنك لست مهما أمامه، ولهذا يقع نوع من الضجر، وقد يقع نوع من الاستياء، يتحول إلى صخب وإلى احتجاج. الحكماء يقولون أحسن طريقة لمضي الغضب من الناس أنك تبدأهم بالسلام، وفي الحديث سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. كان سيدنا النبي يسلم على الجميع، يسلم على من يعرفه وعلى من لا يعرفه، وإذا سلم بحرارة وكلمه بصدق، تشعر بأن هذا السلام ليس تمثيل، ليس مجرد شكليات، وإنما يسلم عليك مودة ورحمة صادقا وبحرارة، ليس سلام فيه نوع من الرخاوة، تشعر كأنه يتكبر عليك. إذا كنت تخاطب الناس وكنت تعاملهم وكنت تحدثهم، إياك ثم إياك أن تركز على سلبيتهم، فالناس عندهم حسنات كثيرة، أذكر حسنتهم أولا ثم بإشارة أشر إلى السلبيات، لأن لا أحد يسلم من العيوب، فلا الزوجة بلا عيوب، ولا الصديق بلا عيوب، ولا الجار بلا عيوب، ولا الأخ بلا عيوب، ولا الرئيس ولا المرؤوس، كل شخص منا إلا وفيه إيجابيات وحسنات وفيه سلبيات وعيوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان يتكلم عن المعاملة مع المرأة، كان يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كان هناك علاقة بين الزوج والزوجة، بعض الأزواج يشتكون، يقول بأن زوجتي أنها مهملة مثلا في أشغال البيت، أو أنها مسرفة في المال، أو أنها ترتارة، أو غير ذلك من الأشياء، فلا ينبغي أن نركز على هذا العيب. انظر إلى الجانب الآخر، ستجد بأن هذه الإنسانة فيها أيضا صفات حسنة، ربما أنها صابرة محتسبة، ربما أنها ودودة، ربما أنها مخلصة، ربما أنه أنها لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا الحديث وحده لو أن كل الرجال والنساء فهموا معناه وعملوا بمقتضاه ما رأينا هذا الاكتظاظ لنسبة الطلاق في المحاكم، ما رأينا هذا التزاحم لإلقاء الطلاق بين الأزواج والزوجات، لصبر كل زوج على زوجته ولتعايش بأمن وسلام. فكما أن العلاقة الزوجية لا تخلو من عيوب، كذلك كل الناس الأصدقاء، الجيران، الرؤساء، المرؤوسين، كل الناس، حتى العلماء. كان سعيد ابن المسيب يقول: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. كل الناس حتى الشرفاء أصحاب المقامات العالية لا يخلون من عيوب، والعلماء الأجلاء من أهل القرآن والحديث والفقه أيضا لا يخلون من عيوب، ولا ذوي الفضل أصحاب الكرم والإحسان والمقامات العالية أيضا لا يخلون من عيوب. لهذا هؤلاء الناس كلما ارتفع مقامهم عليك أن تتنزه عن ذكر عيوبهم، لأن الأصل فيهم أنهم شرفاء وكرماء وأصحاب فضل، والعيب هو من الأشياء التي هي اضطرارية في النفس البشرية، فلا نذكر عيوب أهل الفضل تقديرا لهم. وكم من الناس ننتقدهم فإذا بدلنا غيرهم افتقدناهم وحمدناهم، كم من إنسان تجده دائما يتذمر ويقول: هؤلاء القوم ما أسوأهم، يريد أن يغيرهم، أو زوج يريد أن يغير زوجته، أو زوجة تريد أن تغير زوجها، أو أصدقاء، فحينما نبدلهم بغيرهم نصدم، نجد بأن الخير الذي فيهم كثير لم نكن ننظر إليه، وقد بدلناهم بمن هو أسوأ منهم. كيقول في المثل الدارجي: ما تبدل صاحبك يربي مكرف، وفعلا هذا ما قاله الشاعر: بكيت من عمر فلما تركته وجربت أقواما بكيت على عمرين. كان يبكي من عمر اسم هو غير مزاجا، يعني كان يبكي منه،
يشتكي يقول هذا سلوكه غير سليم، فلما تركته وجربت أقواما بكيت على عمر من اللي مشى عمر هذا وجو ناس آخرين، تمنى لو كان الزمن الأول كان أجمل، كان الناس مع الأقل فيهم حياء وكان الناس فيهم صدق، ولكن ما تبدل صاحبك بمكرف. لهذا لابد أننا نقدر الناس ولنحذر من النقد المباشر في فن التعامل مع الناس. إياكم ثم إياكم عند الحوار والمناقشة أن نعتمد على النقد المباشر، لأنه لا نكسب منه سوى إغار الصدور. لما ننتقد الآخرين لأن فيهم عيوب يكون بيننا وبينهم عداوة وبغضاء وإغار للصدور. الأفضل في فن التعامل مع الناس أن نحاول فهم الآخرين وأن نتلمس لهم الأعذار وأننا نحذر من تذكيرهم بزلتهم. هناك بعض الناس يحب أن يذكر الآخرين بالزلات، مثلا الزوج قد يقول لزوجته هل تذكرين يوم فعلت كذا وكذا، أو الزوجة تذكر الرجل دوما هل تذكر يوم قلت لي كذا وكذا، أو الرئيس في العمل دائما يمسك على موظف زلة وكل مرة يذله بها. احذر احذر من تذكير الناس بزلاتهم، واحذر من المن عليهم. هناك من يمن قد يعطي أو يعفو ويمن بذلك، هذا كله ربنا عز وجل جعل فيه سر أن الإنسان الذي أمامك يتغير، نفسه تعود مكفهرة ويتسرب إليه الكراهية وتصير العلاقة بينكما علاقة تشنج. ربنا سبحانه وتعالى يمدح المتسامحين ويقول والعافين عن الناس، يعني اعفو خليها لله في سبيل الله والعافين عن الناس. والنبي الكريم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة فيما بيننا. وكما تدين تدان، لأن الإنسان قد يفعل ما يشاء، ولكنه كما فعلت بالآخرين إذا كانوا أقل منك قوة سوف يقع لك مثل ما أوقعت فيهم، لأن هذه قاعدة كما تدين تدان. اعلم أن كل ما فعلته الآخرين سوف يعمله شخص آخر لك، فينبغي الإنسان أن ينتبه إلى ما يقول ولينتبه إلى ما يفعل. وقد جاء في الحديث من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. كم من الناس يستيقظ صباحا ويبحث عن عورات الناس لكي يفضحهم ولا يدري أنه سوف يتلقى نفس المصير. لهذا العاقل الذي يفهم فن التعامل مع الناس أنه عليه أن يستر إخوانه حتى ولو ارتكبوا الخطايا، حتى ولو ارتكبوا الذنوب، فخير الخطائين التوابون. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه تواب وغفور وغفار وستار، والبشر عليهم أن يتأسوا بصفة الله من العفو والستر. وإذا كان لابد أن يكون هناك تنبيه للأخطاء، لأن هناك بعض الجهات لابد أنها تقوم بدورها في التنبيه للأخطاء وتشير إلى العيوب، لابد أن يكون هذا الإشارة تكون بطريقة لبقة أو تكون تلميحا من طرف خفي. على كل حال تكون بطريقة لبقة، يعني حتى النقد والتنبيه للأخطاء ينبغي أن تكون بطريقة حضارية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقد عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ابن الخطاب كان شاب وكان سباق للخير، لكن النبي الكريم كان يلاحظ عليه أنه لا يقوم الليل. لما الناس يقومون لليل وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في قيام الليل، يلاحظ غياب عبد الله بن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جامع مع الناس قال لهم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلما سمع هذا الصحابي هذه الكلمة ارتاح كثيرا، رغم أن فيها نصح ولكن فيها لباقة. الرسول صلى الله عليه وسلم عالج الخطأ بكل لباقة وقدم المدح والثناء قبل أن يلتفت إلى الخطأ.
فهذه طريقة طيبة حتى في التعامل مع أولادنا وبناتنا وفي التعامل مع زملائنا في العمل ومع عامة الناس. ولا يمكن في مجال التعامل مع الناس الفن، فن التعامل، إياك ثم إياك أن تعامل الناس باستعلاء. هناك من يستعلي، هناك من يتكبر. فإذا كان لابد تكلم عن أخطائك أولا وقدم اقتراحات مهذبة. بعض الناس يقول افعل كذا، لا تفعل كذا. هذه الطريقة في الكلام لا تعطي نتيجة طيبة. بالأفضل أن تقول بطريقة لبقة: أليس من الأفضل أن تفعل هذا وذا؟ أو أليس من الأفضل أن لا تفعل ذاك؟ طريقة لبقة. أما الأمر الجازم، هذه النفس البشرية صعب أن تتقبله، في حين الاقتراحات المهذبة هي مستساغة. إياك أن تقول لإنسان أنت خاطئ، أنت مخطئ. قل لا، أنت على حق، ولكن سأثبت لك بطلان ما تقول في هذا الجانب. طريقة لبقة. ثم لما تتعامل مع الناس تفاءل دوما بالخير، تفاءل بالخير، لأن ربنا عز وجل جعل دائما التفاؤل هو بوابة للخير. أليس ما بعد الليل هو الصباح؟ الليل المظلم الدامس يعقبه صباح مشرق. سبحان الله، دائما في تفاؤل، غدا ستشرق الشمس في يوم جديد. وفي فن التعامل مع الناس إياك من الاستعلاء وإياك من الغضب، لأن الغضب يؤدي إلى المزيد من الصراع. حاول أن الإنسان يسيطر على انفعالاته حتى لا يؤذي الآخرين، لأن الغضب تنتج عنه أعمال وكلمات ومواقف وربما قد نندم عليها كثيرا فيما يستقبل من الأيام. فعلينا أن نتجنب كل هذه الأمور، الغضب والاستعلاء والنقد اللاذع وهذه الطرق التي أشرنا إليها. يكفي أن نخلص من هذا الكلام ونؤكد بأن أصحاب المبادئ يعيشون مئات السنين، أما أصحاب المصالح يموتون مئات المرات. إياك أن تكون من أصحاب المصالح، لأن المصلحة لما تحصل عليها تموت في نظر الناس، وتموت في عقول الناس، وتموت في دنيا الناس كل يوم مئة مرة. أما إذا كنت من أصحاب المبادئ فتيقن بأنك سوف تعيش مئات السنين ومئات المرات. ويكفي أن ننظر في تاريخنا الطويل، لما نذكر أصحاب المبادئ هناك علماء وهناك فقهاء ومحدثون وهناك قادة سياسيون وهناك رجال أهل الخير وأهل الفضل، نذكرهم ونقول فلان رضي الله عنه، فلان رحمه الله، لأنهم كانوا أصحاب مبادئ. لا تزال المبادئ التي رسخوها قائمة بذاتها. أما أصحاب المصالح فإنهم يملؤون جيوبهم بالأموال ويحصلون على مراده من الحياة ثم ينساهم الناس إلى الأبد. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشاد، وأن يرزقنا فن التعامل مع أنفسنا ومع من حولنا ومع كل الناس. أيها الأحباب الكرام، اللحظة نذكر بأرقامنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-50-51 أو 52. وأبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.